النحاس عملة نادرة في تونس ومادة مطلوبة عند الصناعيين، وكم هي عديدة المشاريع المخربة في بلادنا من جراء تعرضها للنهب بعد سارقة النحاس منها. كيلومترات من خيوط الكهرباء وقع قطعها، وأطنان من أسلاك الهاتف وقع سحبها من تحت الأرض لبيعها بأبخس الأثمان. عمليات السرقة لمادة النحاس تتكرر يوميا، وقصص عديدة تروى بعد القبض على الجنات، ولكن وسط هذه القصص تروى حكايات غريبة وعجيبة عن هذه الأفعال وعن تجاوزات أخرى قد تشجع على تجاوز القانون والتلاعب به. قلت لي فما حقائق ما نحبش ننطقها لكن توجع برشا، شنية؟ الحقيقة اللي أنا تبعت بالفلوس. كيفاش تبعت بالفلوس؟ بعت أني ما ثم حاجات ما ريتها بعينيا، ريت العباد اللي تمشي للمركز وتدفع عليه في الفلوس، ريت العباد تمشي لدار الحرس تدفع علي هنا في الفلوس باش هم يتعدوا، ما عندهم شيء متعدنا للحبس. تحكمنا كيف كيف، صباح اثنين محكوم بسبع سنين، واش نلقى الراجل عدى ست شهور وروح. خليني نفهم بركة باش العباد زاد اللي تتفرج تفهم، انت وصاحبك سرقتوا مع بعضكم؟ عملت معاه قضية برك، وهو اللي هز. هي سرقته 30 مليون نحاس. نحاس هز. تاع شركة ولا تاع شنو؟ تاع شركة في مساكن. هزني قال لي نمشي، مشيت معاه. مشينا سرقنا نحن ثلاثة من الناس. ثم طفل معمل الجملة. كيفاش عملته؟ خلعتوا الشركة؟ هذه معمل فارغ. شركة فارغة. ما يمشي لها ويجي عنده كتكات. ثم حاجة نحب نعرفها، الكتكات باسمه صباح باسمي. صباح تلقاه باسمي في المحكمة. اللي أنا عمري من عمر ما كسبت ميكانيك. أربع عجل ما كسبتهمش، جيت نبحث. مشيتوا بالكتكات، مشيتوا بالكتكات سرقتوا النحاس. سرقنا النحاس. خلعتوا البيبانة. جيت دخلنا من تالي، هزينا النحاس، روحنا خذا قبلوا هو النحاس. أعطاني نباتي وقبلوه. ليش أعطاك؟ أعطاني 10 ملايين في داية. بعد العشرة ملايين بدا كل مرة يقول لي قضية. جاني خوه في الليل، قال لي حميد، قلت له هاي فلوسك يرحم والديك. وقتها مازلت عندي خويا حي. خذا فلوسه وبعد صباح اثنين رجعت له 10 ملايين. رجع خذاهم من عندي. بعد صباح اثنين كر في الحبس. مشيت نشوف في روحي نلقى طاح قبلي. طاح عنده هو كل شيء. صباح اثنين طاح عندي انا كل شيء. المسروق. معناتها شدوه بالمحجوز. بالمحجوز. ايه ومن بعد؟ من بعد نلقى روحي هنا ب 12 سنة نلقى روحي حبس. نلقى روحي محكوم ب 12 سنة حبس. ونلقاه هو عدى 6 شهور وروح. معدي ناس 6 سنين واش وحبس. ليش هو 6 شهور وانت 6 سنين؟ خاطر هذه امور فلوس. كيفاش؟ ما عنديش باش ندفع باش نخلص. باش قلت لي بيعني باش نحكي. بيعني ب 20 مليون. كيفاش فهمي؟ باعوني وشروني وناهني تخسر. هذا باش تهزي انت القضيه؟ باش ننهز القضيه. دفع علي السيد هذا فلوس باش ننهز القضيه. شكون دفع؟ دفع الاكبر قراد. انتم كان تفسروا لي كيفاش انسان يسرقوا مع بعضهم، هو يعدي 6 شهور ويروح، وين نعدي 6 سنين ونروح نسالش. الكهرباء باسمه هو. والكهرباء باسمه هو، مازالت عند التحقيق مش تلقاها باسمينا، مازالت اوراق تشهد اللي هي باسمينا. كيفاش الكهرباء هذيك باسمينا؟ كارت غريز نتاع شكون؟ نتاعو هو، كل شيء اوراقه هو. نقر دخلت التحقيق نبحث، قالت لي هاي الكهرباء نتاعك، قدرني ما عندي حتى كهرباء، وعمري بالعمر ما سوقت كهرباء. اصبحت نلقاها باسمي.